موجز لأهم الأخبار من قناة ليبيا الحدث. أهلا بكم. تعرضت منطقة بير التوتة في جسر بن غشير للقصف العشوائي الكثيف من قبل المرتزقة السوريين والميليشيات المسلحة، مما تسبب في تدمير منازل وممتلكات المواطنين وأسفر عن إصابات بالغة بين المدنيين. وأضاف مراسلنا في بلدية جسر بن غشير أن القصف طال الأحياء السكنية ومزارع المدنيين في تدمير ممنهج لأرزاق المواطنين، مشيرا إلى أن المنطقة عبارة عن مزارع وأحياء سكنية ولا يوجد بها معسكرات خاصة بالقوات المسلحة. شن سلاح الجو التابع للقوات المسلحة سلسلة من الضربات الجوية على مواقع الميليشيات والغزاة الأتراك بقاعدة عقبة بالنافع الجوية ومحيطها. وأكد الإعلام الحربي أن الضربات الجوية كانت دقيقة واستهدفت عددا من آليات مسلحة وعربات. إلى ذلك أكدت مصادر عسكرية عن وصول عشرات الجثث والجرحى من عناصر الميليشيات إلى مستشفيات زوارة والزاوية خلال استهداف تمركزاتهم في قاعدة عقبة بالنافع. قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة أن القائد العام المشير خليفة حفتر أصدر قراراً بسحب الوحدات العسكرية من قاعدة عقبة بالنافع لأسباب عسكرية وحربية. وأوضح المتحدث العسكري خلال مؤتمر صحفي أن الانسحاب بدأ منذ 3 إلى 4 أشهر، وإن تم سحب المعدات المهمة من القاعدة، مضيفاً أن عملية الانسحاب كانت ناجحة وتمت تحت غطاء جوي وشهدت نقل كل المعدات والمهام العسكرية. نفت إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الأنباء التي تداولتها قنوات تنظيم الإخوان الإرهابي والداعمة للميليشيات عن انسحاب وحدات الجيش من محاور طرابلس، مشيرة إلى أن ما يجري هو مجرد إعادة تمركز بحسب الموقف العسكري. كما نوهت الإدارة أن ما سيتم إعادة تمركزات بما يتلائم مع مستجدات الموقف العسكري دون ترك المدن والمناطق المسيطر عليها أو التراجع عنها، مؤكدة أن تحرير ليبيا قضية لا يمكن التنازل عنها، والقضاء على الإرهاب والميليشيات هو أساس إقامة دولة المؤسسات. وجه عميد بلدية جراح حسين بن عطية المقرب من الجماعات الإرهابية المقاتلة فرع القاعدة الإرهابي في ليبيا، وجه شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمساعدتهم ومساندتهم في دخول الميليشيات والمرتزقة السوريين لقاعدة عقبة بالنافع الجوية بعد أكثر من 100 ضربة جوية تركية خلال اليومين الماضيين. بن عطية طالب متابعيه في تدوين له على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي بتذكر من ساندهم ودعمهم وضحى من أجلهم عند النصر، مبينا بأنه قال لهم أنهم سيسمعون أخبارا ممتازة في إشارة منه لدخول الميليشيات لقاعدة تحت غطاء جوي تركي. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية بالتوصل لحل سياسي لها خلال مشاركته في اجتماع مجموعة الاتصالات الإفريقية حول ليبيا. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس السيسي أكد خلال كلمته على أن استقرار ليبيا يعد من محددات الأمن القومي المصري، مشددا على أن مصر لم ولن تتهاون مع الجماعات الإرهابية ومن يدعمها. مزيدا من الأخبار تابعوا قناة ليبيا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب وتليجرام، وبإمكانكم تحميل تطبيق ليبيا الحدث عبر هواتفكم المحمولة. كما يمكنكم متابعة البث المباشر على موقع القناة الرسمي ليبيا الحدث .net. نهاية الموجز، في أمان الله.